بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن فيتامين د. فيتامين د بقى موضة في السنين الأخيرة ديت، في السنوات الأخيرة بقى فيتامين د بينطلب كتير جدا، وبقى الناس بتروح من نفسها تعمل تحليل فيتامين د حاجة روتينية، وبقى كل حد بيشتكي من أي حاجة في جسمه يروح يطلب تحليل فيتامين د ويشوف فيتامين د اللي عنده ناقص ولا مش ناقص. هو الهوجة صراحة بقت كبيرة جدا زيادة عن اللزوم على فيتامين د يعني. هو فيتامين د مهم، بس مش لدرجة ان كل اي حاجة في الجسم او كل ألم او كل مشكلة يقول سببها هو نقص فيتامين د. في امراض روماتيزمية كتيرة جدا ممكن تسبب ألم في الجسم، تسبب ألم في العظم، وللأسف كتير جدا بتتشخص نقص فيتامين د. طيب فيتامين د ايه مصدر فيتامين د في جسمنا؟ فيتامين د مصدره الاساسي هو التعرض للشمس. موجود الكوليسترول تحت الجلد في جسمنا عند التعرض لأشعة معينة من الشمس، الأشعة ديت بتكون فيتامين د في الجسم. ففيتامين د 90% من مصادر فيتامين د هو الشمس. ممكن ناخده من بعض الأسماك البحرية، من البيض، من اللبن، فيهم نسبة فيتامين، ولكن نسبة بسيطة جدا لا تعطي الإنسان الكميات المطلوبة من فيتامين د. فالتعرض للشمس هو المصدر الأساسي لفيتامين د. ايه هي وظيفة فيتامين د في الجسم؟ وظيفة فيتامين د في الجسم هو زيادة تركيز الكالسيوم. هو بيحفز امتصاص الكالسيوم من الأمعاء ويوديه للدم. الكالسيوم ده بيحفز انه يروح في العظم ويرسبه في العظم، وبالتالي تبقى العظم بتاعنا قوي وعظم يتحمل الصدمات. فوظائف فيتامين د كتيره جدا هو زياده الكالسيوم في الجسم عن طريق امتصاصه من الامعاء وترسيبه في العظام يعني، وبالتالي العظم بتاعنا يبقى قوي. طيب نقص فيتامين د، لو مين المعرض ان يحصل له نقص فيتامين د؟ فيتامين د ممكن ينقص عند الناس اللي بيتعرضوش للشمس لفترات طويله، خاصه في المنتقبات بيبقى عندهم اكتر حاجه نقص فيتامين د. الناس اللي بتشوفش الشمس، الناس في المناطق الشعبية اللي قاعدين في شوارع ضيقة والشوارع دي ما بتدخلهاش الشمس وبيوتهم ما بتدخلهاش الشمس، فبيشوف الشمس نهائيا ويحصل عندهم نقص فيتامين د. الناس عندهم مشكلة في امتصاص الأكل في الجسم، عندهم مشكلة في الأمعاء وما بيحصلش امتصاص جيد للأكل في الجسم، وبالتالي هيحصل عندهم نقص فيتامين د. طب نشخص فيتامين د. طبعا فيتامين د بتقاس، المفروض بتقاس بواحده اسمها النانو مول بير لتر، ونقص الفيتامين د لو هو المفروض الطبيعي فوق 30. ينقص عن ال 30 يبقى ساعات بنلاقي 4 نلاقي 5، وده طبعا بيبقى ناقص جدا، وده بنسميه النقص الحاد. ممكن يبقى بين 10 و20، وده بنسميه الانسفيشنسي او انه غير كافي. فالنقص الحاد لو لقينا الفيتامين د اقل من 10، انسفيشنسي لو من 10 ل 20، يبقى نقص بسيط اللي هو من 20 ل 30، اكتر من 30 يعتبر الطبيعي. فده مقياس فيتامين د اللي بنحدد بيه فيتامين د ناقص ولا مش ناقص. طبعا علاج فيتامين د في حقن، في حبوب، في حاجات كتيره جدا بنعالج بها فيتامين د. والمفروض الحقنه دي في حقنه معينه مثلا بناخدها كل شهر لمده 3 شهور، وبعد كده كل 3 شهور لمده سنه، ونقيس فيتامين د بعدها ونشوف النسبه بقت كام. رفع عن ال 30 يبقى طبيعي، المفروض نمشي على حبوب فيتامين د بعد كده عشان نمنع النقص مره اخرى. المفروض مع فيتامين د بنقيس الكالسيوم، بنقيس هرمون الغده الجردلقيه، بنقيس تحليل الالكالين فوسفاتيز عشان نشوف كفاءه العظم. لو التحاليل دي فيها مشكله ممكن نصد، لو في نقص في الكالسيوم ندي كالسيوم مع فيتامين د، ودي حاجه بتتصلح وبنصلحها، وساعتها المريض ممكن يعيش حياه طبيعيه بدون اي الم او مشاكل فيتامين د. ولكن مش كل اي زي ما قلنا قبل كده، مش كل الم في الجسم نحوزه او نقول ان السبب بتاعه هو فيتامين د. ممكن يبقى في سبب تاني في الغده الدرقيه مثلا، روماتويد، ضعف في العضلات، مرضى هشاشه العظام تبقى السبب. ففيتامين د مش هو سبب في كل المشاكل بتاعه الجسم.